عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 يجوز شيء من ذلك، لا يجوز له الزواج بها، لأنه عرف أنها نعوذ بالله غير محصنة، وأنها إذا أمكن أن تزني معه هو فيمكن أن تزني مع غيره. والله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين، فهذا ليس من أهل من شأن أهل الإيمان. والأمر الثاني أن الله إنما أباح من نساء أهل الكتاب المحصنات أي العفائف اللواتي لا يخاف منهن الزنا، فقد قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فمن ليست محصنة لا يحل الزواج بها، لا من المسلمين ولا من سواهم. والحامل أيضا لا يحل الزواج بها، والزواج بها باطل إذا عقد عليها أي إنسان، فالعقد باطل حتى تضع حملها. الله يكرمكم. الولد ليس منه ولا لا له به علاقة، فالزنا ليس علاقة نسبية، ولا ينسب به الولد ولا يكون له به أي صلة. الله يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله.